لستم مع نشرة المنسق الأسبوعية. تم اعتبارا من أول أمس الثلاثاء إطلاق حملة رقمية لرفع المنع الأمني لسكان قرى الضاحية خلة العمود عسكر البلد، مخيم عسكر القديم ومخيم عسكر الجديد في منطقة نابلس، وستستمر هذه الحملة الرقمية حتى يوم الاثنين القادم 21 من الشهر الجاري. ويرجى من المعنيين بفحص إمكانية رفع المنع الأمني عنهم الدخول إلى تطبيق المنسق وإرسال طلب بهذا الخصوص حتى يوم الاثنين القادم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من هذه الحملات لسكان منطقة نابلس قريبا. كل التفاصيل على صفحة المنسق. هام لسكان منطقة الخليل: في يوم الثلاثاء القادم 22 من الشهر الجاري سيكون مكتب ارتباط الخليل مغلقا بوجه الجمهور، وبإمكانكم في هذا اليوم تقديم طلب التصاريح في الارتباط الفلسطيني. أما البطاقات الممغنطة فسيتسنى التعامل معها في مركز الخدمات في معبر ترقومية. استمرت اليوم الخميس في معابر طول كرم ونعلين وترقومية حملة تطعيم العمال والتجار الفلسطينيين من أصحاب التصاريح سارية المفعول، علما بأن هذه الحملة ستتواصل في أيام الخميس من كل أسبوع حتى منتصف الشهر القادم. ويواصل طاقم المنسق الرد على أسئلة المتابعين بهذا الخصوص من خلال صفحته على الفيسبوك والوسائل المتاحة الأخرى. سارعوا للتطعم قبل فوات الأوان. الصحة والسلامة للجميع. أنتم مع أخبار المنسق. المحاصيل الزراعية الخالية من السمية أصبحت هدفاً هاماً يسعى إليه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. الإدارة المدنية ومنسق شؤون الزراعة فيها السيد سمير معدي كانوا قد أطلقوا مؤخراً مشروعاً مميزاً في هذا الإطار. عن آخر مستجداته قال السيد سمير معدي لنشرة المنسق: ضمن مشروع مشترك مع المزارعين الفلسطينيين في نطاق تقليص استعمال المبيدات الكيماوية من أجل إنتاج وتسويق منتجات زراعية خالية من بقايا السمية إلى الأسواق الإسرائيلية والفلسطينية، فقد تم اليوم توزيع مواد بيولوجية آمنة الاستعمال على عشرات المزارعين الفلسطينيين. ويذكر أن توزيع هذه المواد البيولوجية الآمنة على المزارعين الفلسطينيين قد تم اليوم الخميس في منطقة طول كرم. أحبطت مؤخراً في معبر جسر أليمبي محاولة فاشلة لتهريب طيور الحسون من قبل أحد سكان الخليل الذي قام بإخفائها في بنطاله، ونذكر أن هذه المحاولات مخالفة للقانون وتنطوي على مخاطر صحية أيضاً. الرفق بالحيوان وبالطيور واجب إنساني يفوق المصالح الاقتصادية الشخصية. أنتم مع نشرة المنسق الأسبوعية. اقترب عدد المارين من المعابر في يهودا والسامرة في الفترة الواقعة بين 16 من الشهر الجاري من 422,000، من بينهم أكثر من 352,000 عامل. وفاق عدد المارين من معبر جسر أليمبي 12,000، أما عدد حالات المرور لأغراض إنسانية فتخطى في الأسبوع الماضي 16,500 حالة، كما ودخلت إلى قطاع غزة في الأسبوع الماضي 713 شاحنة محملة بالبضائع والمعدات. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار. إلى اللقاء.